أيها الإخوة الكرام المشاهدون، ورد كلمة كافر في كتب ابن تيمية 917 مرة، هاي في سي دي بتطلعوا كتب ابن القيم وابن تيمية، ورد فيهما كافر وصف الناس كافر 917 مرة، كافر مرتد 29 مرة، حلال الدم 19 مرة، فإن تاب وإلا قتل 97 مرة، يقتل 849 مرة، يستتاب 219 مرة، يضرب عنقه أو ضربت عنقه 39 مرة. وكل هذه الأعداد يدعو إلى السلام ويدعو إلى الحنية ولا يدعو إلى تكفير المسلمين، وليست كتبهم فيها أي شيء من تكفير المسلمين، مساكين مظلومين، والله حسن السقاف وابن حجر والسبكي والعراقي وغيره من مئات العلماء اللي عندي أسماءهم نقدوا هذه فكر ابن تيمية، مساكين ظالمين ابن تيمية وابن القيم الجوزية يعني. ولذلك أنا أرى إنه ابن تيمية ينتسب إليه الإسلام الإرهابي في هذا العصر. فتشوا ادرسوا الجماعات الإسلامية، هاي بحوث علمية وحوارات، ادرسوا الجماعات الإسلامية المعاصرة تجدوا أن استقاءها من ابن تيمية. والسلام ختام.